ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن ممثلي الإدعاء في طوكيو طلبوا من القضاء استجواب زوجة رئيس شركة نيسان موتور المقال كارلوس ووسون بشكل طوعي فيما يتعلق بالأموال التي قيل إن زوجها اختلسها. وأضاف ممثلو الإدعاء أن طلب استجواب كارلوس قوبل بالرفض، مما دفعهم للطلب من القضاء استجوابها بالإنابة عنهم قبل بدء أول جلسة بشأن مزاعم اختلاس ووسون لجزء من الأموال من خلال شركة تعمل فيها زوجته مسؤولة تنفيذية لشراء يخت وقارب.